هنجيب عندنا بكل بساطة كده واحدة واحدة كيلو أو كيس من الردة. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو كلام؟ كلام جميل. وعندي كوبايتين من المية في قلب بولة كبيرة زي كده. وهجيب عندي معلقة واجي أروح جايب عندي على الردة واحد اتنين تلاتة. واجيب عندي معلقة شطة واحد اتنين معلقة كبيرة ومعلقة كزبرة كبيرة ومعلقة كمونة كبيرة وتطش من عندي حبهان طرف معلقة. بص هو 4 حبهات يعني مفرومين حبيتين كده يعني. حلو كلام لحد كده. وعندي أنا بهار مشكل حلو ورق غار على حبهان على جوزة الطيب. حلو كلام لحد كده. كلام جميل. طيب كفاية كفاية. هبدأ أقلب الـ 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 الردة بالبهارات. شايف المنظر أبيهم؟ شوف دي طريقة أول مرة أعملها لحضراتكم. النتبل ده تفرق؟ هنشوف. تمام لحد كده؟ تمام جدا. وشوف مني اللي جاي كمان. شايف أنت البولة دي؟ شايفها؟ أحط على البولة دي إيه بقى؟ معلقة توم. ده جديد، معلقة توم فريش يا سيدي ما تهزرش. و بس معلقة توم فريش. هقول لكم هعمل ايه. هقلب التوم في الميه كده واروح جايب السمكيه الحلوه دي وعامل كده. شوف بقى المنظر عامل ازاي. شوف ده سمك مشوي في البيت. ركزوا معايا، طريقه جديده مختلفه شويه. الليمونتين الجرنش دول هوظفهم في ايه؟ هنشوف. نجيب عندنا سكينه، ثانيه واحده سكينتنا بس تكون جنبنا كده، سكينه لطيفه ومنقع شويه السمك. شايف السمك في ريحه الليمون؟ وكمان بص بقى العصره دي ريحه الليمون والثوم. مش كل مره هيبقى نفس الفكره، لازم نغير برضه عشان ما تزهقش مننا. انا ممكن اسيبهم كده 5 دقايق يعني يطعموا بس بريحه بعض كده، احس ان كمان غسلنا ونضفنا. بص الميه نازله مننا، السمكه عامله ازاي؟ ميه نظيفه. واروح عامل كده تاني وامسك من الديل واعمل كده. شوف بعمل ايه؟ شايف الخياشين شايف السمكه اصلا عامله ازاي؟ شوف انا بس معلش بحب اوضح. بص المنظر مغسوله غسله نظيفه فريش وزي الفل. وابدا اصفي بالعكس. شوف بصفي ازاي عشان لو في اي حاجه تبقى باينه من هنا. واروح اعمل كده واروح اعمل كده تاني. شوف كده. حلو الكلام. كلام جميل. وش وظهر، وش وظهر كويس. الردة شوف الردة المتبهرة دي تيست تاني خالص. اهو لحد كده احنا زي الفل. تمام التمام. وبعدين اعمل كده. يلا بينا تعالى باشا على الفرن على طول من غير اي زيوت ولا دهون ولا ميه ولا غيره. واعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واروح اعمل كده. شوف المنظر. شوف بسم الله. شوف وابعد كل واحده عن الثانيه شويه. ازاي؟ ليه يا شيف؟ هقول لكم ليه. عشان خاطر لما نبعد السمك اجي اقلب ابقى في مساحه ما يبقاش كله لازق. واقفل واديله فوق وتحت تلتايه ونبص عليه 25 دقيقه ماشي و 250 درجه حراره ننساه. نرفع الزفاره وكل الحاجات اللي قدام دي كلها. خلاص خلصنا فقره تتبيل السمك وشوينا. نرفع خالص بقى. وبالمره قبل ما نروح لحاجه ثانيه تعال نقفل الطشه بتاعته عشان ننساها. هنجيب عندنا بوله فاضيه. حلو الكلام. وهنجيب عندنا جزرايه مبشوره وطماطمايه برضو مبشوره وعندي كمان بصلايه برضو مفرومه او مبشوره وعندي كمان قرن فلفل كبير مفروم اكيد. حلو الكلام. كلام جميل. وحبه كزبره خضراء على حبه شبت. واجي هنا راح جايب عندي كوبايه خل حلوه وعامل كده. كوبايه اهي كوبايه، خدت بالك؟ تمام. وجايب عليها كمان حبه ليمون حلوين. يبقى الليمون والخل اكتر حاجه. وراح جايب عندي معلقه ثوم محترمه كده
وسايبها كده بقى ايه في قلب الكلام ده كله. خدت بالك من معلقه الثوم وحبه الملح بتوعي وبهر حاجتي كويس والتاتش حبه لو حبيت وسنه شطه لو حبيت اكيد كمون وكزبره وبهارات سمك. الكلام ده كله زي الفل تمام. وبعدين هروح مقلب كل الخليط ده كله. شايف الطشه عامله ازاي دي في نهايه السمك لما يتشوي ان شاء الله نبقى ندلعه بقى بالخل والليمون والفلفل الحار والبهارات والجزر والشبت والكزبره وكل الكلام ده كله. عشان بس ننسى كل حاجه انا احب ارتب حاجتي الاول. هقول لكم اصلا اي يعني ايه في النسيان بقى اهو. ادي المغرفه بتاعتي وادي حاجتي واروح راكن دي على جنب متشكرين. جالي على بالي حاجه معلش اعملها على الطشه بالمره. معلش 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 معلش. ليمونتين برضو مفرومين كده بقشرهم ينزلوا يعلوا التست الايه الطشه الحلوه دي. ما انت حاطط ليمون اقول لك بس هودني. طيب احنا تمام نلم حوالينا ونخش على اللي بعده. ايه وتعالى نبص على المشوي بقى يا باشا ونشوف اخباره ايه. بسم الله. خدت بالك من القلب يا باشا اهو. بص بعمل ايه. خدت بالك بص بعمل ايه. بالراحه. ده اللي قلت عليه من الاول لازما اسيب بس ايه مساحه للي بعده. وممكن اعمل حركه حلوه قوي جريئه شويه على الفرن ذات نفسه هو اسخن بكتير من الصينيه. ممكن نعمل كده سيبه شويه مش مستعجل عليه. انا بعتقد الامور النهارده في اللطافه وقلت لكم من اول حلقه في حاجات كده تبقى في الفورتي فورتي في السريع. بص المنظر عامل ازاي. انا من وجهه نظري الافضل يعني ان انا ما اغرفش الطبق ده بس نتكلم عنه بالتفاصيل ووضح تسوياتنا اخبارها ايه كل حاجه. ليه بتقول مش عايز تغرفه يا شيف؟ عشان في حاجات كده لما بتتغرف بتقلب ورقتها بصراحه يعني. بص المنظر عامل ازاي. شوف شوف حبايه الرز عامله ازاي. شوف السيفود الجمبري عامل ازاي يا باشا. شايف الالوان شايف التسويات اهو. سيبه مش مستعجل عليه خليه في الفانيلا خالص يتشرب براحته خالص. طيب الطشه جاهزه والسمك جاهز. طب ما تيجي نشوف. ماشي. طيب انا عايز اغرف السمك النهارده بطريقه مختلفه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي سخنه خدوا بالكم مني. ها خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. شايف الكلام ده يا باشا ولا مش شايفه؟ معايا يا فندم عشان دي بس سخنه ودي ازاز فمش عايزين بس ايه مخنا يروح لحته بعيد والوهم ياخدنا في الحوقعه مكسوره. جيب السمك المشوي بسم الله الرحمن الرحيم كده. بص يا فندم انت معايا يا استاذ ابراهيم. بص السمكايه وشها عامل ازاي وظهرها عامل ازاي. انزل تاني. بسم الله. شوف المنظر عامل ازاي يا فندم. بس خايف اتلسع اللسعه هنا تقعد معايا شهرين والله يا ابراهيم. بس كده الحمد لله. واروح اعمل كده واروح اعمل كده واروح قافل. ما اقفلش بقى يعني. ممكن اسيب الفرن بقى عشان الزفاره واطفي الفرن خالص واقل درجه حرارته ويهدى شويه وبعد كده نتكلم. يلا نيجي هنا بقى شوف السمك المشوي في البيت عامل ازاي. خلاص يا باشا خلاص خد مني اللي جاي بقى واسمع مني. شوف بقى الدلع. بسم الله بسم الله. الله على الروائح الحلوه. العب طشه طشه يا اخوانا. بس نطلع بيه على المائده. تمام بسم الله. يلا كمل هناك. تعال على الشوايه زي ما هو اهو.